بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في شابتر 3 عن الـ Data Modeling Using Entity Relationship Model. زي ما اتكلمنا في آخر محاضرة عن الـ Data Model والـ Database Schema وخدنا الـ Levels بتاعتها، هنبتدي النهاردة إن شاء الله نشوف إحنا إزاي ممكن نتعامل مع هذه الـ Levels وإيه المقصود بيها تحديدا، وكمان نشوف احنا ازاي ممكن نعمل representation لكل ليفل من هذه الليفلز. طبعا هنا الشكل ده بيوضح لنا اللايرز بتاعه الموديلنج، او اللاير اللي هو اللاير المسؤول عن الاكسترنال فيو من خلال التعامل مع اليوزر، زي ما اتفقنا قبل كده اللاير المسؤول عن التعامل مع الهولد، مع اليوزر يعني استقبال طلباته وازاي يعملها اناليسز والكلام ده كله. زي ما شرحنا قبل كده عندنا ده الريكويرمنتس بتاعت اليوزر دي، بتبتدي نعمل لها الكونسبشوال ديزاين اللي بيطلع لنا الكونسبشوال سكيما زي برضو ما اتكلمنا عنه قبل كده. يلي مرحلة اللوجيكال ديزاين او الداتا موديل مابينج واللي هناخدها ان شاء الله بالتفصيل فيما بعد، ثم مرحلة الفيزيكال ديزاين اللي هي مرحلة الامبلمنتيشن الخاصة بالداتا بيز الفعلية. يبقى انا عندي دلوقتي 3 layers المفروض ان احنا هنبتدي نشتغل عليهم من اول محاضرة النهاردة ان شاء الله. الاكسترنال فيو ما تخصناش قوي، الاكسترنال فيو ده اللي هو بنسميه جي يو اي او الجرافيكال يوزر انترفيس الخاص بالداتا بيز اللي هو الفورمز وريبورتس وهكذا. لكن اللي يخصنا اكتر في دراسه الداتابيز هو من اول conceptual design اللي هو التصميم المفاهيمي للداتابيز، ثم ازاي هعمل لها mapping او logical اللي ناخده ان شاء الله المحاضره اللي جايه، ثم الphysical design اللي هو التصميم الفعلي للداتابيز. مبدئيا زي ما اتفقنا احنا هنتكلم عن conceptual modeling. فالconceptual modeling لتمثيل الداتابيز بشكل مفاهيمي عندنا طريقتين: ERD أو Entity Relation Diagram و Unified Modeling Language. ال ERD هي الأشهر، هي ال more popular، أكتر الناس بتستخدمها لأنها سهلة، هنتعرف عليها دلوقتي. ال Unified Modeling Language يعني شوية محتاجة دراسة أكتر شوية، إن شاء الله لو في فرصة برضه هنبتدي ناخد عنها نبذة بإذن الله. طيب لو حبيت اتكلم علشان اشوف بس هو انا هعمل ايه في الconceptual schema، فانا لازم افهم يعني ايه اصلا conceptual schema. فاحنا قلنا ان الconceptual schema هي الشكل المفاهيمي للdatabase schema او التوضيح، يعني دي عبارة عن description للdata requirements بتاعت اليوزر، وبتبتدي تحط فيها description لثلاث حاجات: الentity type، الـ Entity Types، الـ Relationships والـ Constraints. بمعنى الـ Conceptual Schema بتهتم بثلاث نقاط أساسية: نوع الـ Entities اللي عندي، ايه الـ Entity؟ الـ Entity هي الأجزاء الأساسية في الـ Database واللي هي عندنا بنسميها Tables، تمام كده؟ واحنا قلنا طبعا ده قبل كده. تاني حاجة الـ Relationships between these Tables، يعني أنا عندي جداول، احنا اتفقنا ان احنا ما نعملش داتابيز مكونه من جدول واحد، الداتابيز مكونه من عده جداول وكل جدول بيكون مرتبط ب جدول اخر علشان نقدر نوصل للمعلومات بطريقه اسهل لما نحب نعمل كويري وهكذا. طيب ايه بقى الكونسترينز؟ احنا اتفقنا قبل كده لازم يكون عندي قيود تحدد لي شكل العمل داخل الداتابيز، يعني ايه يعني كذا الجدول ده مرتبط بالجدول ده، هيرتبطوا ازاي زي ما اتكلمنا قبل كده خلال برايمري كي وفورين كي، شكلهم ازاي، هل اي برايمري كي اي فورين كي، هل بيانات ممكن تكون نال نوت نال، الكلام ده كله لازم ايه نتكلم فيه ونعرفه. يبقى احنا عندنا في الكونسبشوال سكيما لازم نكون فاهمين المعنى الخاص بيها. معنى الconceptual schema هي description للdata requirements اللي جاية من اليوزر، include detailed description عن الentity types، relationships والconstraint. وبالتالي لو حبينا نقول طيب الERD دي بقى مين الERD دي؟
احنا اتفقنا الاي ار دي او الانتيتي ريليشن دايجرام هي شكل هيمثل لي الكونسبشوال موديلنج طيب او الكونسبشوال سكيما. طب يعني ايه اي ار دي؟ تعالى نقرا التعريف بعدين نشرحه. is a modeling tool used to depict graphically a database design before it's actually implemented. يعني هي عبارة عن tool بستخدمها modeling tool علشان ابتدي ارسم او اوضح او اصف الداتابيز بتاعتي in graphically manner. in graphically manner تمام، قبل ما ابتدي ايه انفذها فعليا. تمام كده. طيب الداتابيز الاي ار دي بتحتوي على 3 basic components: الانتيتي، الاتريبيوت، والريليشن شيب. يبقى ايه هي الكومبوننتس بتاعت الاي ار دي؟ يبقى هنا السلايد دي مهمه جدا، لازم تكون عارف يعني ايه اي ار دي والاي ار دي بتتكون من ايه. يبقى الاي ار دي بتتكون من entity, attributes و relationships. هنبتدي بقى نعرف يعني ايه entity، يعني ايه attributes، يعني ايه relationships، وازاي امثل الكلام ده كله. طيب اولا يعني ايه entity؟ احنا اتكلمنا قبل كده ان ال entity هو real world object، يعني هو table زي ما قلنا قبل كده. هو table هو مجموعة التابلز اللي هتكون الداتابيز. عندي داتابيز خاصة بالكلية مثلا زي ما اتفقنا قبل كده، اذا انا عندي تابل خاص بالستاف، تابل خاص بالستودنتس، تابل خاص بالكورسز، تابل خاص بالعاملين في الكلية، تابل خاص بالسكيدجلز، جداول وهكذا. تمام. اذا الانتيتي ممكن يكون فيزيكال اوبجكت زي مثلا اقول جدول خاص بالامبلوي، بالستودنت، بالفاكالتي والكاستمر، او كونسبشوال زي ما اقول مثلا جدول خاص بالماده الدراسيه، جدول خاص بالجداول، جدول خاص بالاوردرز لو ما بين كاستمر وسبلاير. تمام كده. يبقى انا مش شرط يكون عندي الانتيتي هو حاجه ملموسه، الانتيتي ممكن يكون حاجه غير ملموسه. تمام، عشان كده بنسميها حاجه ايه؟ conceptual. زي مثلا الاوردر، الاوردر انا بطلب اوردر، اوردر ده حاجه غير ملموسه كطلب اوردر، مش كاوردر هيجي لي، اللي هيجي لي ده البرودكت، لكن كطلب اوردر ده حاجه ايه؟ غير ملموسه، مش كده؟ مش كده بنسميها conceptual. طيب عشان تمثل الانتيتي في الاي ار دي فانت بتمثله بشكل ريكتانجل. ريكتانجل تمام، اللي هو شكل الايه؟ المستطيل. يبقى ده بالنسبه للانتيتي. تاني كومبوننت معانا في الاي ار دي هو الاتريبيوت. الاتريبيوت زي ما اتفقنا قبل كده ان اي تيبل بيتكون من مجموعه من الفيلدز، زي ما هنشوف كده مع بعض. مثلا لو عندي تيبل اسمه ستودنت، هنا طبعا في الاي ار دي فهو اسمه انتيتي، يبقى عندي ستودنت انتيتي. التيبل زي ما اتفقنا بيكون مكون مجموعه من الفيلدز، الفيلدز دي عندنا اسمها اتريبيوتس. تمام جميل. اذا الستودنت انتيتي مكون من مجموعه من الاتريبيوتس اللي هي الاي دي نمبر، اللاست نيم، الفيرست نيم، الادرس، والبير ديت وهكذا. طيب كل اتريبيوت او كل فيلد موجود في الانتيتي ده اللي هو الستودنت هنمثله بايه؟ هنمثله بشكل السيركل او شكل الايه؟ الاوفال. تمام كده. ثالث كومبوننت معانا هو الريليشن شيب. الريليشن شيب هي الريليشن بين تو انتيتيز، وزي ما خدنا قبل كده قلنا ما بين كل entity و entity تاني طالما في relation بنمثلها ب relationship بأنواعها اللي خدناها قبل كده واتكلمنا عنها قبل كده. تمام، عشان تمثل relationship فانت بتستخدم شكل المعين او شكل الدايموند اللي هو الشكل ده. جميل. for example الشكل اللي قدامنا ده ده مش اي ار دي، ده كل القصه ان احنا بنوضح اكزامبل عن اتريبيوتس اللي داخل الانتيتي. يبقى ده لسه انا ما عملتش اي ار دي، عشان محدش يقول انا كده رسمت اي ار دي. لسه احنا لسه هنفهم ازاي نرسم اي ار دي. مفيش اي ار دي مكونه من انتيتي واتريبيوتس بس، اي ار دي مكونه من انتيتي، اتريبيوتس، وريليشن شيبس. جميل. طيب هنا انا عندي entity اسمه student في 7 attributes، كل واحد فيهم ممثل بشكل oval اللي قلنا عليه.
بلس ان كمان احنا اتفقنا قبل كده ان كل انتيتي لازم يكون ليه برايمري كي اللي هو يونيك فاليو بيميز كل ريكورد فيه، مش كده؟ البرايمري كي بنمثله ازاي داخل الاي ار دي؟ بنمثله من خلال الايه؟ الاندرلاين. يبقى انت هنا اوتوماتيك اللي يشوف الاي ار دي بتاعك يعرف ان الاي دي نمبر هو البرايمري كي بتاع الانتيتي اللي اسمه ستودنت، تمام؟ وانت عشان توضحه بتحط تحتي ايه؟ اندرلاين. دي اكزامبلز على الانتيتي ريليشن شيبس. تعالوا كده نشوف، مثلا عندي انتيتي اسمه ستودنت وانتيتي اسمه سبجكتس. الستودنت ايه علاقته بالسبجكت؟ ستودنت انرولز ان سبجكت مثلا، تمام؟ ايه اللي بيعمل؟ ايه بيسجل في السبجكت؟ واحد تاني يقول ستودنت ستادي سبجكت، ستودنت ليرن سبجكت. جميل، كل ده كلام صح، انا ما عنديش مشكله خالص في مسمى ريليشن شيب. قلت لكم قبل كده ما عنديش مشكله في مسمى ريليشن شيب، المهم انك تكتب لي تسميه صحيحه، اوكي؟ بس ما تحطليش حاجه مش مظبوطه، ما تقوليش ستودنت تيتشز السبجكت مثلا، ده كده يعني مفيش طالب هيدرس الماده، اوكي؟ طيب الحاجه الثانيه ان انت لازم هنا زي ما خدنا قبل كده تكتب لي شكل الريليشن نوعها، يعني مثلا one to many، many to many، الكلام اللي اتفقنا عليه قبل كده، تمام؟ انا هنا مش حاطاه لان انا عايز اركز بس معاكم على شكل الايه الريليشن شيب تترسم ازاي. مثال تاني مثلا الكليه والديبارتمنت، الكليه فيها ايه؟ has departments مثلا، contains consists of اي حاجه، نفس الكلام الانستراكتور والسبجكت مثلا بيدرس teach وهكذا، اوكي؟ يبقى دلوقتي لو عايز امثل الريليشن شيب فهي عباره عن الانتيتيز وفي النص عندي ايه؟ الريليشن شيب. هناخد دلوقتي مثال كامل على الاي ار دي. تعالى كده نبص مع بعض. انا دلوقتي عندي هنا 3 entities. الانتيتي الاول اللي هو البروجرام student faculty. الانتيتي اللي اسمه مثلا بروجرام ده موجود فيه البروجرام اي دي او الاتريبيوتس بتاعته، يعني هي البروجرام اي دي نيم والشير بيرسون. الستودنت مثلا في 7 اتريبيوتس، اي دي نمبر نيم لاست نيم وفيرست نيم، الجندر ادرس بيرث ديت والايميل. الكليه مثلا فيها 2 اتريبيوتس الكود والنيم، تمام؟ طيب مبدئيا ايه هي الريليشن شيب بين البروجرام والستودنت؟ طبعا البرنامج ممكن الستودنت انرولز داخل البرنامج، وبالتالي العلاقه هنا ممكن تكون انرولز، ممكن واحد يقول لي كونتينز، زي ما قلنا اي ريليشن شيب المهم تكون مظبوطه. مسمى ريليشن شيب لازم بس يكون مظبوط، لكن حط اي مسمى انت فاهمه. طيب نوع الريليشن شيب هنا ايه؟ البروجرام طبعا احنا متفقين قبل كده انا زي بحد نوع الريليشن شيب بشوف الريكورد هنا بيقابلوا هناك اكتر من ريكورد ولا ريكورد واحد ولا الوضع ماشي ازاي. فمثلا البروجرام الواحد بيسجل فيه ستودنت واحد ولا مجموعه من الستودنتس؟ مجموعه من الستودنتس. يبقى الريليشن هنا ايه؟ هي 1 تو ميني، مش كده؟ لكن هل العكس ينفع؟ ينفع اقول ستودنت واحد مسجل في اكتر من برنامج؟ لا، يبقى اذا الريليشن هي 1 تو ميني، تمام؟ 1 بمثلها زي ما قلنا قبل كده، اما اكتب واحد واحط الناحيه الثانيه ام او علامه ما لا نهايه، او اعمل الشكل ده اللي هو الخط ده وهنا السهم بالشكل ده، يبقى الشكلين صح، اوكي؟ دي ريليشن اسمها 1 تو ميني. علاقه البروجرام بالكليه، الكليه هل الكليه فيها او العلاقه مسماها هاز مثلا الكليه فيها programs، الكلية contains consists of ان كان، اوكي؟ طيب شكل الريليشنشيب، الكلية فيها ايه؟ برامج، زي اذا هي one to many بالشكل ده، اوكي؟ ده شكل بسيط لـ ERD خاص مثلا بـ database لكلية، اوكي؟ طيب نبتدي بقى نتكلم شوية عن انواع كل كومبوننت في الاي ار دي. اول كومبوننت في الاي ار دي هو مين؟ هو الانتيتي، يبقى تايبس اوف انتيتيز. تعالى كده بس نقرا التعريف ده وبعدين نفهم يعني ايه. لو جيت تقرا entity type defines a collection or a set of entities that have the same attributes، معنى ايه الكلام ده؟
بص كده معايا على ال entity اللي هو ال table اللي اسمه employee. entity type name هو employee، يبقى entity type ال name بتاعه هو اسم ال table بتاعك اللي هو مثلا هنا employee، هنا مثلا company. يبقى انا عندي هنا two entities. ال entity type الاول اسمه employee، ال entity type name التاني اسمه او ال type التاني اسمه company. اوكي جميل، احنا متفقين ان كل entity بيبقى موجود جواه مجموعة من ال attributes بتكونه. فمجموعة ال attributes في employee هي ال name وال age وال salary. حلو قوي. داخل كل جدول بيبتدي نكون صفوف الجدول. صفوف الجدول عندنا هي records اللي احنا قلنا عليها قبل كده. طيب ال records بتبقى متناسقة مع اسماء ال attributes، يعني ما ينفعش يكون عندي 4 attributes واحط 3 records او 3 values داخل ال records او 5 values داخل ال records. يعني على حسب عدد ال attributes هتدخل قيم الايه ال records. جميل، كلام منطقي. طيب لو قلنا مثلا ان ال attributes او ال entity ده اسمه e capital، سميته e capital، اذا ال كل record فيه هيسمى e small. كل ريكورد ده بسميه انتيتي ست، عشان كده بقول الانتيتي تايب هو كولكشن من الانتيتيز او الانتيتي ست. تمام، فلو جيت تبص كده هتلاقي ان اي سمول 1 هو جون سميث مثلا، دخل في اتريبيوت اللي اسمه نيم. الايدج بتاعه مثلا 55، السالري بتاعه مثلا 8. اي 2 اللي هو الانتيتي ست الثاني مثلا اللي هو فريد براون، سنه 40 ومرتبه 30 وهكذا. يبقى ثاني الانتيتي تايب هو الاسم او التابل بيبقى مكون داخليا من مجموعه من الانتيتي سيتس. جميل كده، نفس الكلام طبعا في ايه، في الانتيتي اللي اسمه كمباني. الانتيتي بشكل عام احنا اتفقنا ان هو لازم يحتوي على برايمري كي، مش كده؟ قلنا ايه لازمة البرايمري كي؟ اللي هو بيوضح لي اللي هو يونيك ايدنتيفاير للريكورد، بحيث ان هو للريكورد، بحيث ان هو هذا الريكورد يميز، ما يبقاش فيه قيم متكررة او قيم غير مدرجة. لازم اكون مميز كل ريكورد بايدنتيفاير خاص بيه، مثلا زي الكود زي الاي دي وهكذا. طيب لما يكون التابل في اي دي او في برايمري كي بمعنى اصح برايمري كي، فهنا بنقول عليه سترونج انتيتي او ستاندرد انتيتي اللي هو الانتيتي الطبيعي. اي انتيتي في الداتابيز المفروض يكون في برايمري كي يميزه. اوكي طيب، يعني مثلا انا عندي employee ده entity طبيعي strong entity، department ده strong entity زي ما احنا شايفين ليه primary key. تعال بص كده على project، لا ده project ملوش primary key. طب ايه ده، هل ده entity عادي زي اللي فاتوا؟ لا، احيانا ما بتضطرش ان انت تحط primary key لتابل، لان مثلا التابل ده موجود بشكل temporary، موجود بشكل مؤقت شوية ومش هحتاجه، مش اساسي. تمام، مش شرط يكون ليه ما يميزه، زي مثلا المشاريع، مشروع بيخلص ويجي مشروع غيره وهكذا. فهنا بسمي الانتيتي اللي من النوع ده بسميه ويك انتيتي. بنقول الويك انتيتي تايب dont have attributes of their own. يعني ايه؟ يعني ما بيبقالوش كي attributes، ما بيبقالوش primary key. يبقى امتى تمثل او تعرف ان الانتيتي بتاعك ويك انتيتي؟ لو ما كانش ليه primary key. هناخد النوتيشنز بتاعت الانتيتي اللي هي الاشكال اللي بتميز الانتيتي. لو انا عندي انتيتي سترونج انتيتي او ستاندرد انتيتي فانا بميزه بشكل المستطيل، لو انا عندي ويك انتيتي فبميزه برضه بشكل ريكتانجل او المستطيل لكن دبل لايند للايه، للخط بتاعه. اوكي يبقى البوردر بتاعه بيكون دبل لاين لو هو ويك انتيتي، ولو هو سترونج انتيتي او انتيتي طبيعي ستاندرد انتيتي فبيكون السنجل لاين العادي خالص. نخش بقى في النوع الثاني، الكومبوننت الثاني اللي هو الاتريبيوتس. الاتريبيوتس ليها انواع مش نوع واحد.
الاتريبيوتس هي الفيلدز دي ليها انواع. لما بحب امثلها في الاي ار دي، وخدوا بالكم انا بتكلم على الاي ار دي مش بتكلم على الريل امبلمنتيشن. الريل امبلمنتيشن هتكلم بطريقه ثانيه خالص بعد كده، لكن لو انا عايز امثلها في الاي ار دي فانا عندي نوعين مثلا، هنبتدي نتكلم على كل نوعين عكس بعض. مثلا اول حاجه الكومبوزيت فيرسز الاتوميك او سيمبل اتريبيوتس. يعني ايه كومبوزيت؟ يعني ايه اتوميك او سيمبل اتريبيوت؟ سيمبل اتريبيوت اللي هو الاتريبيوت اللي انت بتدخل فيه قيمه واحده بس وما ينفعش تكون متقسمه، زي مثلا ما اقول الايدج، عمرك مش هيتقسم، تمام؟ 25 سنه مثلا، خلاص مش هيتقسم. نوع تاني من الاتريبيوتس اللي هو الكومبوزيت اتريبيوت، وده اللي تقدر انت تقسمه لمجموعه من السمولر سبارتس. يعني مثلا على سبيل المثال الادرس، في ناس بتطلب منك الادرس وانت بتملي الفورم الخاصه بيك يقول لك اكتب عنوانك، فتكتب عنوانك وخلاص. لا، ناس تانية تقول لك لا اكتب لي العنوان بالشكل ده، ستريت ادرس، سيتي، ستيت، بوستر كود مثلا. يعني اكتب لي اسم الشارع والمدينة والمحافظة ومثلا الرقم البريدي او الرقم الكودي بتاعكو. واحد تاني ممكن كمان يقول لك لا ده عايز كمان اسم الشارع تقسمه لي، رقم الشارع واسمه مش عارف. طيب يبقى انا هنا ايه؟ هنا ممكن اعمل من العنوان اعمل منه اكتر او اقسمه الى اكتر من بارت، ده بقى اسمه composite attribute. إذن امتى اقول على الاتريبيوت ده ان هو كومبوزيت اتريبيوت؟ لما اقدر اقسمه الى سب بارتس، تمام؟ النوع الثاني اللي هو سنجل فاليو فيرسس مالتيبل او مالتي فاليو. سنجل فاليو فيرسس مالتي فاليو يعني ايه؟ سنجل فاليو زي ما قلنا مثلا الايدج، انت ما عندكش الا عمر واحد، يعني كذا 25 30 ايا كان، اوكي؟ مش هتدخل اكتر من قيمه في الايدج. المالتي فاليو لما يكون عندك في الاتريبيوت ده احتمال يكون عندك اكتر من قيمه. يعني قلتلك مثلا سبجكت ديجريز، الماده ليها اكتر من قيمه، ممكن يكون ليها اعمال السنه، البراكتيكال، الاورال، مش كده؟ فهنا السبجكت ديجري ممكن تبقى جواها اكتر من ايه؟ من قيمه. مثلا كار كولرز، كار كولرز اللي هي مثلا لو انا عندي برودكت خاص بالكارز او كارز برودكت، يعني ممكن تكون عربيه واحده بنفس الديزاين وبنفس الاسم وبنفس النوع وبنفس كل حاجه، طالعه من شركتها العربيه دي البرودكت ده، بس ممكن يكون ليها اكتر من لون، وده اكيد يعني، تمام؟ تبص كده تلاقي العربيه الفلانيه طالعه باللون الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني. اذا هي ايه؟ نفس المواصفات، نفس كل حاجه، لكن الاختلاف فين؟ في الكالرز، تمام؟ فهي هنا بيبقى لها مالتي فاليوز خاصه بالكالرز وهكذا. يبقى انا هنا عندي حاجتين لازم تميزهم، تميز امتى يكون الاتريبيوت بتاعك سنجل فاليو وامتى يكون مالتي فاليو. بعد كده ستورد فيرسس درايفد. يعني ايه؟ يعني انا مثلا باجي بخزن في الداتابيز، بكتب بايدي البيرث ديت بتاعي، بكتب بايدي ايه؟ البيرث ديت بتاعي. فده بقى ستورد اتريبيوت. ستورد اتريبيوت هو القيمه اللي انت بتدخلها بايدك داخل الداتابيز. امال ايه درايفد اتريبيوت؟ الدرايف اتريبيوت هو القيمه اللي انت تقدر تستنتجها من الستور داتابيز. يعني انا مثلا اقدر استنتج الايدج من البيرث ديت بناء على تاريخ اليوم، هعرف احسب النهارده ناقص البيرث ديت بتاعك فهعرف انت عمرك قد ايه، اوكي؟ فهنا انا عملت ايه؟ او الايج ده ايه؟ الايج ده عباره عن درايفد من الستورد. يبقى انا هنا عندي الستورد فيرسز الدرايفد. الستورد هو القيمه اللي انت بتدخلها بايدك، اما درايفد هو القيمه المشتقه او القيمه المستنتجه. النال فاليوز، يعني ايه نال فاليوز؟ كلمه نال فاليوز معناها ان في امكانيه ان الريكورد الاتريبيوت ده داخل الريكورد ممكن يكون فاضي. الاتريبيوت داخل الريكورد ممكن يكون فاضي. مثلا احنا عندنا انتيتي اسمه ستودنت، في مجموعه من الاتريبيوتس النيم ومثلا الاي دي والفون نمبر والايج وكده. طيب فانت حاطط الفون نمبر، حاطط الموبايل فون، وحاطط الهوم فون. مش كل الناس مثلا بشغلها الهوم فون،
مش كل الناس شرط انها تدخل الاتنين، ممكن يدخل هوم فون وما يدخلش الموبايل نمبر، ممكن يدخل موبايل نمبر وما يدخلش الهوم فون. يبقى انت هنا ايه، ممكن تقول له انا محتاج منك بس الموبايل نمبر ده اساسي، الهوم فون مش مشكلة. يبقى انت هنا ممكن تستغنى عن ان اليوزر يدخل قيمة داخل هذا الاتريبيوت. فانت في الحالة دي بتقول انه ممكن يكون نل. يعني ايه نل؟ يعني ممكن يكون فارغ، ممكن يكون فارغ. طب لو حد دخل فيه قيمة، تمام مفيش مشكلة. انا هنا بس بقول ايه، بقول الداتابيز لو الاتريبيوت ده ما دخلش فيه قيمة مش هتطلع ايرور، اوكي؟ ده معنى ايه نل. لكن طبعا في اتريبيوتس تانية لازم ادخل فيها قيمة، زي مثلا البرايمري كيز، ما ينفعش يكون برايمري كي ما فيهوش فاليو، فهنا لازم يكون نوت نال. الديفولت بيكون نال، بعد كده احنا بنتعلم ازاي نحدده ان هو نوت نال، زي ما هنقول ان شاء الله في المحاضرة الجاية. اخر تايب في الاتريبيوتس اللي هو الكي اتريبيوت اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، اللي هو البرايمري كي. وقلنا ان انا عندي في اتريبيوتس معينة داخل الداتابيز بميز بيها الداتابيز، ودي بنسميها كي اتريبيوتس او برايمري كي، وبنميزها من خلال الاندر لاين. Notation of attributes in ER. تعالوا نشوف مع بعض النوتيشن بتاعت الاتريبيوتس. اول نوتيشن اللي هي شكل الاتريبيوت العادي اللي هو الاوفال العادي خالص. الكي اتريبيوت اتفقنا هو بيكون اندر لاين. المالتي فاليد اتريبيوت بيكون دبل لاين. الكومبوزيت بياخد الشكل ده اللي هو الاساسي، وبعد كده السبورتس بتاعته. الديرايفد اتريبيوت اللي هو المشتق بياخد الشكل ده، اوكي؟ يبقى احنا لازم نعرف كويس قوي الاشكال دي للاتريبيوتس، تمام؟ تعالوا مع بعض نحل ده. Determine the type of attributes. انا مثلا لما اجيب لك في الامتحان سؤال زي ده واقول لك حدد لي انواع الاتريبيوتس اللي عندك، فانا مدياك مجموعة الاتريبيوتس بالشكل ده، وبتبتدي انت تاخد كل اتريبيوت فيهم وتحدد لي النوع بتاعه. مثلا state ده شكل طبيعي خالص للاتريبيوت، standard attribute اللي هو single value، اللي هو atomic، not derived يعني او stored بمعنى صح، طبيعي. فالشكل ده بسميه standard attribute. يبقى انت بدل ما تقعد تقول لي هو كذا وكذا وكذا، على طول قول لي ده standard attribute، تمام؟ نفس الكلام في number. اما registration دي بقى ايه، واضح قوي ان هي ايه، اولا composite، يبقى دي composite attribute، plus كمان ان هي primary key. إذن registration، primary key، و composite attribute. طيب vehicle ID مثلا primary key، color multi value، اوكي؟ يبقى دلوقتي انا هنا طبعا الباقيين كلهم ايه الشكل الطبيعي، يبقى الباقيين كلهم standard attribute. طيب هنا مثلا معلم لك على حاجتين، النيم والworks on. النيم مثلا زي ما احنا شايفين هو ايه، هو composite. ال works on composite و multi value. اخر component عندنا اللي هو relationship. طبعا الشكل اللي احنا متعودين عليه هو ده، ان انا عندي relationship entity و entity، وفي النص فيه اسم relationship. ولما بيكون عندي relationship between two entities بنسميها binary relationship. binary relationship، وده الشكل الايه العام، او مش العام، هو الاكثر شيوعا يعني، تمام؟ يبقى الباينري ريليشن شيب هي الريليشن شيب اللي بين تو انتيتيز، تمام؟ ما ستودنت انرولز ان سبجكتس. في عندي شكل تاني من الريليشن شيبس، الشكل ده، الشكل ده بنسميه ترنري ريليشن شيب. وامتى بنقول على الريليشن شيب ترنري ريليشن شيب؟ لما تكون ما بين اكتر من two entities. يعني انا مثلا عندي هنا entity اسمه supplier و entity اسمه product. ايه علاقة supplier بالproduct؟ supplier بيسupply product، بس بيسupply product لمين؟ ما لازم يكون في حد يشتريه اللي هو الكاستمر، اوكي؟ يبقى الريليشن هنا ما بين التلاتة مش ما بين اتنين بس، البرودكت والكاستمر. كاستمر هيشتري البرودكت، اوكي، من مين؟ ما لازم السبلاير. السبلاير والكاستمر، السبلاير هيبقى البرودكت ايه، لازم يكون في
برودكت، هيبيع الكاستمر ايه، لازم يكون في برودكت. اوكي، يبقى اذا انا هنا امتى بتبقى عندي ريليشن بين 3 انتيتيز؟ لما يكون ال 3 انتيتيز متعلقين ببعض. اوكي، يبقى سبلاير سبلاي البرودكت تو الكاستمر. ناخد بقى مثال نبتدي نطبق عليه الكلام ده. احنا عندنا هنا 4 انتيتيز، employee department project branch. هنبتدي نشوف هنرسم ازاي الاي ار دي الخاصه بالسكيما دي. طبعا كل واحد يبتدي يشوف هو عايز يرسم السكيما، يرسم الاي ار دي ازاي. يعني في حد ناس بتفضل تقول انا عايز ارسمه بحيث ان انا هرسم الاربعه انتيتي الاول واوضح الاتريبيوتس بتاعتهم، بعد كده ابني الريليشن شيبس. اوكي، مفيش مشكله. انا مثلا شغاله بطريقه تانية، ان انا باخد كل تو انتيتيز مع بعض وابتدي ارسمهم واخلص الريليشن شيب بتاعتهم بعدين اكمل. فالشكل اللي انت عايزه والطريقه اللي انت عايزها اشتغل بيها، الطريقه اللي تريحك. طيب هنشتغل مثلا على اول تو انتيتيز اللي هو الامبلوي وديبارتمنت. هاخد الامبلوي طبعا بمثله بشكل ريكتانجل اتفقنا عليه، هشوف هو فيه كام اتريبيوت، في 5 اتريبيوت، ابتدي ارسمهم. هل في برايمري كي ولا لا؟ ايوه في برايمري كي، اذا هو انتيتي سترونج انتيتي او انتيتي عادي ممثل بالشكل العادي. طب البرايمري كي بتاعه مين؟ هو الكود. اوكي، قمت حاطه تحت الكود ايه، خط. يبقى اذا انا بالنسبه لي ده اول جزء، عملت الانتيتي الاولاني مع الاتريبيوتس الخاصه بيه. نفس الكلام في الانتيتي الثاني، الانتيتي الثاني اللي هو ديبارتمنت. عندي ديبارتمنت فيه تو اتريبيوتس اللي هو النيم والاي دي، حطيتهم. ابتدي بقى احدد نوع الريليشن واسم الريليشن. انا سايبه نوع الريليشن هنا لحضراتكم انتوا اللي ايه اللي تعملوها، خلاص احنا اتكلمنا فيها كتير قوي. لكن هنتكلم في اسم الريليشن. اسم الريليشن employee department، ممكن حضرتك تقولي employee is a member of department. اوكي، work in department برضو اوكي، مفيش مشكلة خالص، زي الاسم اللي انت او المسمى اللي انت عايزه، ما عندناش فيه مشكلة. طيب الفكرة هنا بقى في حاجة تانية خالص. بص كده، ما بين الامبلويي وديبارتمنت احنا اتفقنا ان طالما في ريليشن فلازم يكون في حاجة بتربط الاثنين ببعض، اللي هو البرايمري كي والفورين كي. هنا ما عندكش لا برايمري كي ولا فورين كي، يعني عندك برايمري كي وبرايمري كي هنا، لكن ما فيش فورين كي. يعني ما جاش هنا مثلا استخدم الكود كبرايمري كي في امبلوي وقام رايح مستخدمه كفورين كي في ديبارتمنت، ولا استخدم البرايمري كي بتاع ديبارتمنت وخلاه فورين كي هنا. الكلام ده لازم يتنفذ وانا بعمل امبلمنتيشن فعليه. لكن لو وانا بعمل اي ار دي ما لقيتش ان في برايمري كي وفورين كي، هعمل ايه؟ لازم اقول الريليشن شيب دي بتتربط ازاي، او ايه العلاقه بين امبلوي وديبارتمنت. لو جيت تبص كده من خلال التو تيبلز هتلاقي ان ايه اللي يربط الموظف او الامبلوي بالقسم، الهاير ديت، تاريخ تعيينه، مش كده؟ يبقى ريليشن ما بين الامبلوي والديبارتمنت بترتبط من خلال الهاير ديت، تاريخ التعيين. صح الكلام؟ جميل. هنا بسمي دي اتريبيوت للريليشن شيب. اتريبيوت لايه؟ للريليشن شيب. يبقى انا امتى بلجأ لاتريبيوت الريليشن شيب؟ لما ما يكونش عندي بشكل صريح وواضح برايمري كي قصاد فورين كي في التابل الثاني. اوكي، طيب تعال نكمل كده. خلاص احنا مثلا خدنا امبلوي، هنبتدي ناخد امبلوي وقصاده مثلا البروجكت. امبلوي وبروجكت، ايه العلاقة ما بين امبلوي وبروجكت مثلا؟ العلاقة ما بين، او الاول قبل ما نقول علاقة، تعالى كده نبص للبروجكت هنرسمه ازاي. هنرسمه البروجكت ده فيه 3 اتريبيوتس اهو، وهو ما فيهوش برايمري كي، يبقى اذا هو ايه؟ ويك انتيتي، رسمناه بدبل لاين زي ما اتفقنا، وفي 3 اتريبيوتس مفيش ولا واحد فيهم ينفع يتقال عليه ان هو برايمري كي، او هو مش قايل عليه برايمري، ما قالش ان هو في برايمري كي اصلا، فخلاص تمام. طيب الريليشن ما بين امبلوي وبروجكت زي ما انت عايز برضو، سميها ورك ان، سميها بارتسيبيت، سميها زي ما انت عايز، مفيش مشكله. امبلوي مثلا مشارك في البروجكت. اوكي، برضو نفس المشكله، ما ظهرش عندي
هنا برايمري كي موجود هنا ولا فورين كي موجود هنا، فظهرت عندي نفس القصه. طيب ايه اللي هيربط امبلوي بالبروجكت؟ الستارت ديت. وخد بالك انا هو هنا ريليز ديت، انا غيرت اسمه خليت ستارت ديت عشان اقول لك ان مش لازم تستخدم نفس المسمى. ايه اللي هيربط الامبلوي بالبروجكت؟ هو الوقت البروجكت ده ابتدى فيه والامبلوي يشتغل فيه. اذا اللي هيربط هو الاتريبيوت اللي اسمه ستارت ديت. اوكي طيب اخر حاجه اللي هو الديبارتمنت، اخر حاجه البرانش. الديبارتمنت مرتبط مع البرانش اهو. الديبارتمنت خلاص هو البرانش. طب نحط الانتيتي بتاع البرانش اللي موجود في البرانش اي دي والديبت اي دي ديبت اي دي والنيم. طبعا هنا البرانش سترونج انتيتي عادي جدا ليه برايمري كي، حطينا البرايمري كي بتاعه. اوكي طبعا الريليشن مثلا ديبارتمنت هاز برانشز كونتين برانشز اي حاجه زي ما انت عايز. هنا ما حطيناش ايه، ما حطيناش اتريبيوت للريليشن شيب. ليه؟ لان ببساطه شديده بص كده على الديبارتمنت والبرانش هتلاقي ان الديبت اي دي اللي هو برايمري كي هنا استخدمناه هنا ايه فورين كي. طالما الشكل بتاع الريليشن موجود بالشكل الطبيعي بتاعها خلاص انا مش محتاج هنا ان انا اخد اي اتريبيوت للريليشن. تمام كده؟ عشان كده احنا بنسمي الاتريبيوتس بتاعت الريليشن شيب بنسميها اتريبيوتس اوف ريليشن شيب. اوكي كده احنا خلصنا ده مجموعه من الاكسرسايزز، هتبتدي طبعا حضراتكم تحلوها وتتواصلوا مع المعيد او المعيده علشان تتاكدوا من حلهم او تساعدكم فيهم. وطبعا انا معاكم في اي استفسار في اي وقت من خلال الجروبس اللي انتوا عاملينها. وبعد يا ريت بعد ما تخلصوا بس الاكسرسايز يتبعت على الجروب سواء للمعيده او ليا ان شاء الله علشان اقدر بس اتابع معاكم، ولو في اي مشكله ان شاء الله نبقى مع بعض وان شاء الله اشوفكم على خير قريبا باذن الله. السلام عليكم.